necessary for you to understand Aqidah and its rules. So let us listen to a short Arabic conversation between Alfia Manna and Afia Naz of grade 4 on Aqidah and its rules. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي آفيا. وما اسمك أنت؟ اسمي ألفيا منا. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. وكيف حالك أنت؟ الحمد لله أنا بخير. ما حب على الأبيدي هو معرفة الله بالتوحيد. ما هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله؟ خلق الله لعبادته وحده لا شريك له. ما هي أمثلة العبادة؟ من أمثلتها الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والذب، كلها لله لا تصرف لسواه. ما هي شروط صحة قبول العبادة؟ العبادة لها شرطان، هما إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها ثمانية: العلم والصدق والإنقياد والقبول والمحبة واليقين والإخلاص والكفر بالطاغوت. ما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله. ما هي البدعة؟ البدعة هي كل أمر أحدث في الدين لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته والتابعون. سررت بلقائك واستفدت كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك. إلى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله.